احنا اليوم في مضيف الحاج ابو محمود البدران، دار في الاعلام، وارد ابين للراي العام بان ما حدث ان كان استهدافنا استهداف شخصي الى شخصيه ابو محمود البدران. فابو محمود البدران اخ كبير واب لنا، وكان سابقا مدافع عن حقوقنا ولا يزال يبقى مدافع عن حقوقنا. هناك بعض الجهات حاولت زعزعة الأمن ونقل الصورة عن البصرة أن صارت هناك بعض الجهات السياسية ضد، أو نحن المتظاهرين ضد مجلس محافظة ورئيسها. لا، بالعكس، نحن مع لا عندنا استهداف شخصي مع مجلس محافظة ولا لا رئيسها، نحن مع مجلس محافظة البصرة ومع رئيسها الحاج أبو محمود البدران من أجل حقوقنا. فشكرا جزيلا على استقبال الحاج وتفهم الموضوع، واحنا كمتظاهرين نتعهد نبقى بسلميتنا مهما بقينا احياء، واليوم اللي يريد حقه ياخذ بسلميه. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه نتشرف بحضور الاخوه اليوم في محلهم ومضيفهم، والاخوه المتظاهرين لهم حق التظاهر السلمي، واحنا كمجلس محافظه ساندين لهم، وان شاء الله نسعى في تحقيق مطالبهم. ولكن اللي حدث اليوم هو خارج عن إرادة الأخوة المتظاهرين، وهناك جهات حاولت أن تصطاد الماء العكر وأن تتجاوز على مجلس المحافظة وتتجاوز على صرح من صروح البصرة. فلذلك الأخوان تلافوا الوضع وإن شاء الله حلوا المشكلة وما سمحوا لهؤلاء وطردوهم من التظاهرات، لأن باعتبار هذول مدفوعين وإلهم فتغايات معينة لزعزحة الأمن في البصرة. وكل احنا ان شاء الله سواء المتظاهرين او مجلس المحافظه او الحكومه التنفيذيه في البصره، كل احنا نسعى ان تبقى البصره امنه ومستتبه في الامن. وايضا نحن كحكومه تشريعيه وتنفيذيه كل همنا هو خدمه ابنائنا من ابناء البصره وتحقيق مطالبهم. وان شاء الله هذه الحاله ما راح تتكرر بحسب حديث الاخوه وتعهدهم بأن تبقى التظاهرات سلمية، وإن شاء الله ونطالب في حقوقهم. ونحن في مجلس محافظة هم بالنسبة لنا ساندين لهم في هذه المطالب.